بلدي تشاد تاني ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم الشعب الجاري أصله ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم مدرس يقدر يعرف الطلاب يعرف اما مدرسة شادية ما في عندنا غير شعبية هذا نطلب لو نحاول نقدر نعالجها نقدر نفتح فروع نقدر نفتح يعني كل شيء احسن هذا نطلب النقطة الثانية عندنا القدوة مثلا انا في المدرسة السنغالية اشوف اولاد المسائيين الناس الكبار عندهم امكانيات عندهم كذا ما عندهم مدرسة سنغالية عندنا المدرسة السنغالية ولد القنصل السنغالي في بعض المدرسين يدرس أولادهم يدرسوا في المدرسة الفرنسية أولادهم يجيبوهم في المدرسة السنغالية يكون قدوة للمجتمع حقهم أما نحن لا الناس المسائي أولادهم في مدارس ما شاء الله تبارك الله والناس اللي ما عندهم لا فلوس لا عندهم أولاد يجيبوهم مدرسة شادية ونقعد نتفرج فيه أنا الصراحة شيء هذا يزعلني كذا مرة تكلمت مع الناس يعني ما يصير أول شيء نحن حتى نحن كمعلمين المفروض نحن نكون في مدرسة شادية نكون نحن قدوة عشان الناس يتشجع يقدر يكون عندهم في يعني إن شاء الله وصلت الرسالة في النقطة الثالثة عندنا الباك شادية يعني أعتقد في السعودية كلها ما في إلا مدرسة فرنسية بس اللي عندها باك شادية وكانت تتكلم من أنفها هنا يعني تتكلم على كيفها عندها شروط حق شروطها الحمد لله يعني بجهود المدرس سلمان وال يعني فتحوا لنا يعني الباك شادين هنا في السعوديه في جده هذه ميزه ما هي فيه كل المدارس اللي درسوا الفرنكوفونيه ما عندهم هذا الشيء الا نحن فالحمد لله كلمت الاداره كلمت المدرسه الغينيه ليش ما نتحد؟ انه ليش ما تحت السقف المدرسه التشاديه يكون عندنا عشان نكسر المدرسه الفرنسيه هذه نحن برضه عندنا باك تشادين باك انترناسيونال يعني الناس كلها معترفه به بهذا الباك يعني ليش ما يكون في تعاون بيننا نحن المدارس الجاليات انه نصب نسلم يعني قالوا فكره حلوه رحبوا بها فقالوا يا ريت لو مدرسه تشاديه يكون عندهم يبادروا لنا بهذا الشيء انا جيت كلمت يعني في بعض المدارس كلمتهم طلع انه هم برضه رافعين نفسهم زي المدرسة الفرنسية يعني الباك أنا في الباك هناك يعني 2000 تشادي الرسوم حق الباك التشادي هنا 2000 ريال سعودي 2500 2000 ليش ما ننزل ليش يعني ننزل تحت يعني ما أعرف إيش اللي عشان يكون عدد أكبر يكون في تحية أيوة في تحية في فرصة آخر نقطة عندنا مع الشباب يعني المدرسين هنا عندنا فعلا عزيزين يعني عندنا يعني تشادين ما شاء الله تبارك الله يا كثرتهم الشباب جزاهم الله خير سووا برامج لهم تقريبا 4 سنين ولا 5 سنين من الانجليزيه مع الاستاذ ابراهيم الفرنسيه مع الاستاذ عندنا استغلينا نحن المسجد الحي اللي نحن فيه المسجد يعني في مجموعه تشادين يعني تقريبا خلال 3 سنين يعني مو بس في الناحيه الفرنسيه ولا حتى في القران يعني عندنا الحمد لله تقريبا 10 ولا 12 حافظ تشادي يعني في بس نبغى دعم شوي يعني نبغى تشجيع نبغى يعني التفتوا لنا يعني احنا قاعدين وسط ايوه يعني في والشباب مساكين والله يعني شباب التشادي اللي عندنا هناك العيال مساكين ما عندهم يعني موجه هي ما في واحد يوجههم ما في شيء والحمد لله دحين في رؤية عندنا انه في برامج رحنا فيها رحنا تشاد وجبنا يعني في نعطيهم يعني غير التلفزيون التشادي كمان
يعني كده بقى يسوي مونتاج يسوي يعني شوفوا التشاد كيف شوفوا يعني يعني التلفزيون التشادي مثلا بس تطلع اماكن معينه نقول لا في اماكن يعني تلقى كانك انت في السعوديه. جزاكم الله خير معلش اني